السلام عليكم. دلوقتي لو انا عايز احدد ان دي حائط وده حائط وحد كل جزء هنا نوع ايه، هاجي هنا اقول له انا عايز بلان وابدا احدد اقل حاجه 3 نقط ممكن اكتر، تمام؟ لان نقطه واحده مش هبقى فاهم في اي مستوى، النقطتين هيديني خط بشيء او المستوى ممكن يلف حول النقطتين دول، 3 نقط هيبدا يحدد لي المستوى، وبعد كده بدوس انتر خلاص حدد لي الحته ديت. ممكن اجي هنا في ريجن واقول له نيو ريجن، سميني دي مثلا الحائط الغربي او الحائط الشرقي زي ما انت عايز، ايست مثلا. اوكي تمام. ممكن برضو اجي على الحته ديت واقول له انا الحته دي عايز برضو اعملها بلان اهيت بالشكل دوت، وراح دايس انتر واجي هنا في الريجن. خلي بالك هو بيبدا يديها لون، اقول له مثلا دي وول نورث، تمام. وممكن تقول له دي مثلا عايزها الفلور بتاعي، مثلا هتيجي تقول له انا عايز الفلور دوت اهي، حددها لك، هتقول له نيو ريجن دي خليها فلور 1، تمام. اوكي طيب بعد كده يعني خلاص دوس كيب وخرجت من الامر دي، عايز ارجع الحيطه دي الحيطه دي الحيطه الارضيه، هل الحاجات ده كله خلاص ضاع؟ كنت انا بلعب كده وخلاص؟ لا، بتيجي هنا في البروجكت نافيجيتور هتلاقي هنا الاسكان، تلاقي كل حاجه موجوده اهيت، الفلور اللي انت حددتها، الوول ايست ديت تقدر تخفيهم، تقدر تجمدهم، تقدر تغير اللون بتاعهم، يعني مثلا ده تدي لون تاني عشان يبقى ظاهر. عايز تدي تخش مثلا على الحيطة ديت تقول له بدل اللون الأزرق دوت عايزين لون مثلا شيك كده يتغير معاك، وتقدر تحدد أي واحدة فيهم، تقدر تلغيها، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز.